يعقد وزراء الداخلية والخارجية والدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا مشتركا في العاصمة السعودية الرياض، وذكر بيان للامانة العامة لمجلس التعاون ان ولي العهد السعودي الامير محمد بن نايف سيراس الاجتماع، وبحسب البيان فان الاجتماع يهدف الى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وتعميق التكامل بين دول المجلس في المجالات السياسية والامنية والدفاعية.